فأمام الجادة وإذا بالروس قد أقبلت ورد وقف بالجادة ولاحت له الروس فوق الأرماح العالية تخج النور لشموس والحرم مسلوبة وعليه البقيت محبوس واللي ينظر يذوب قلبه من ونين بعد ماذا رأى وعاين يسيرة لوذ بيغك اليتيمة وقال اظن غاذل الضعن كله زعيمة قال غي حرم مصيبة شكلفة وعظيمة يا شنغود يا نتكام او وطنكم يا مدين قالت اسلام 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 احنا ورا الطيبة وطننا وكل من تريد من المدينة اسألني عني قال غي مسبي المدينة بلاد اغنى بلردن الشيشان خالي تعرفين من هو خالك يا بني تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباد تعرفين الاكبار والنشام ترفع تعرفين ابو الشيمة محمد وافيل اسمع تعرفين زينب بضعة الزغرة المصون شي اسمك تقل لي الولد وامك منه قال انا امي هاشمية واسمي حسين وانا خوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت الامام الفخار كل حايزين قالت ان كان ابن العقيلية جنابك ولدي ارفع راسك وانظر على الرماح قالت ان كان ابن العقيلية جنابك فوق الارماح العالية يبني جوابك وغل ذكرة غم رسغم كل غم اقبالك واللي يقبال الاصبين راس خالك وان كان عن زينب اه يا زينب وان كان عن زينب تسايل والنساوين يا ابني اني زينب اللي يحجون عني سلات المصايب ما سلني انا تمرمرت من صغار الى ان توجهت القافلة الى كربلاء ابيات الدعاء ومدت نفسها على قبر اخيها الحسين وقامت تحكي وياه وتتذكر تلك الايام ايام ام الزهراء وايام امير المؤمنين وايام الحسن والحسين تقل لي اللي نبضك بقلبي ودمك يجري بدمي تتذكر يا بعد أمي قعدتنا بحجر أمي وتذكر عاطفك وحبك علي فرحتي وغمي هذا نجيتك من الشام ما تاخذني بالأحضان افتح لي القبر ابغي اخضب راسي من دمك واركب راسي
راسك بنحراك علا تنفجع أمك وثر لنعال بازيلة يمكن ينكشف همك عطشانة إلى عطفاك يا خويا وقلبك العطشان مو هينا أخويا حسين يوقع عن سرج مغرى وعشر خيول بالميدان يا ويلي ترد صدره واكثر من عشر طعنات يتلقى غفي نحره ويظل فوق الترب مرمي بلا غسل بلا اجفان كأني بالجواب من منحر الحسين يقول انا اسمعك يا خيا اشتكي لي يا اعز الناس خبرين باللي صار فيكم من ظلم لرجاس اسمع وما نعليك يا زينب.